الولايات المتحدة الأمريكية أقحمت أنظمة صاروخية متنقلة ليزرية متخصصة في عملية تقليل مفاعلية الطائرات المسيرة الإيرانية إن لم تكن قادرة على القضاء على خطورتها تماما. نتحدث هنا عن تفاصيل قد نشرت على الديفنس وان قبل 48 ساعة الماضية التي أكدت بأن الأمر موجه ضد الطائرات المسيرة الإيرانية التي تستخدمها روسيا على الداخل الأوكراني. وهنا هناك عدد من الشركات مرتبطة بهذه المسألة، أبرز هذه الشركات التي ركزت عليها الديفنس وان هي SAIC التي ترونها أمامكم، هي شركة تكنولوجية يتواجد مقرها أساسا في منطقة ريستن بولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، شركة تعمل على الدعم الحكومي التكنولوجي ومتخصصة طبعا بالطائرات المسيرة، متخصصة في بناء أيضا الرادارات التي تتصدى للطائرات المسيرة. هم يعملون على الأنظمة الدفاعية بشكل كبير التي تتصدى للطائرات المسيرة، وطبعا بالنسبة لهم وبالنسبة لهذه الشركة هي جمعت بين أمرين مهمين. بالنسبة لموظفيها هم يجمعون بين المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي مع المتخصصين في مسائل الطائرات المسيرة وغيرها، جمعوها سوية وجعلوا كل الأنظمة التي تصدر منهم فاعلة وقوية وفعالية كبيرة جدا في التصدي لأي خطر قادم، خاصة عندما نتحدث عن هذه الطائرات المسيرة. هذه الشركة وغيرها من الشركات اشتركت ببساطة في مسابقة قام بها الجيش الأمريكي في يناير من هذا العام لمواجهة طائرة شاهد 136 المفخخة بحسب الأجواء الأوكرانية، يتنافسون منافسة كبيرة، والآن هم دخلوا أساسا وأدخلوا هذه المنظومات إلى داخل الأوكراني أو على وشك إدخال هذه المنظومات، ولمن ينجح يتحصل على العقد من الجيش الأمريكي. وفي نفس الوقت طبعا سيكون هنالك ضغطا كبيرا ودمارا كبيرا على الطائرات المسيرة الإيرانية، والمنظومة التي استخدمتها الـ SAIC تحديدا التي ركزت عليها الديفنس وان هي هذه المنظومة، إلا وهي تعتبر من أنظمة BAE أو BAE System الذي يستخدم هذا النوع من الصواريخ، إلا وهو الـ APKWS، وهو من الصواريخ التي تستطيع أن ترى بهذا الشكل بالليل، ترى أي هدف تتجه إليه وبعد ذلك تصطاده بدقة عالية. طبعا أنظمة متقدمة متطورة لم تظهر منها أي شيء إن كانت صور أو أمر معين، ولكن بشكل عام هم طوروا هذا النوع من الأسلحة ليجعلونه دقيقا وخطيرا للغاية. بل إن الديفنس وان أكدت بأن التجارب التي قامت بها هذه الشركة خلال الفترة الماضية حققت نسبة إصابة 100% على الطائرات المسيرة أو الأهداف التي تبحث عنها أو تلاحقها، وهذا يوضح بأن هذه المنظومة لا تخطئ أبدا عندما تبحث عن استهدافها، وهذا يوضح عن طبيعة الخطر القادم على الطائرات المسيرة الإيرانية في عملية طبعا التصدي لها، وهي تأتي من ضمن حزمة أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية قبل الإعلان الذي رأيناه. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أيضا مؤخرا كما تلاحظون في 4 أبريل أكدت بأن هنالك حزمة تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار، ومن ضمنها تأتي 10 منظومات مرتبطة، أنظمة صاروخية متنقلة تستخدم طبعا بالليزر، وأنظمة أخرى أيضا موجودة تحت هذه الأنظمة هي متخصصة في مواجهة المسيرات. هذا هو الشغل الشاغل الآن والعمل الكبير للبنتاغون والولايات المتحدة الأمريكية طبعا بشكل عام، وهذا يعود إلى سبب مهم لأن هنالك معلومات تحدث عنها البنتاغون بيوم واحد بعد هذه التفاصيل التي نشرت من قبل سابرينا سينغ، وهي طبعا تعتبر نائبة السكرتير الصحفي للبنتاغون في وزارة الدفاع الأمريكية، وقالت يوم أمس نشهد تزايدا في استخدام الطائرات بدون طيارة الإيرانية الصنع وشحن لتلك الطائرات المسيرة إلى روسيا، الأمر مستمر وإيران لم تتوقف والعقوبات لم تنفع معها وهي حاضرة وظاهرة في المعركة. وفعلا في 4 أبريل مع هذه التطورات ومع ما نشر من الديفنس وان من وزارة الدفاع الأمريكية، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها تعرضت إلى 17 بهجوم روسي ب 17 طائرة مسيرة من نوعية شاهد 136، تمكنوا من التصدي إلى 14 طائرة من هذه الطائرات، وثلاثة منها قد سقطت على أهدافها. أغلب هذه الطائرات الثلاثة سقطت على مدينة أوديسا الأوكرانية. وأيضا هنالك نقطة مهمة في تطوير هذه المنظومة هي مسألة الكلفة في التصدي لها. فالمنظومات التي تستخدم بالنسبة للأوكرانيين بحسب ما نشر من الديفنس وان تصل قيمة الصاروخ الذي يستخدم في بعض الأحيان من قبل الأوكرانيين للتصدي لطائرات شاهد 136 المفخخة تصل قيمتها إلى نصف
مليون دولار في بعض الأحيان، قيمة عالية للغاية مقارنة بقيمة الطائرة المسيرة شاهد 136 التي تبلغ قيمتها تقريبا 20,000 دولار. هذه المنظومة التي نتحدث عنها الآن بدخولها، بفاعليتها، بسهولة نقلها مقارنة بالكثير من المنظومات الموجودة ضد الطائرات المسيرة أو غيرها، تصل قيمتها تقريبا إلى أقل من 30,000 دولار. وبالتالي الاستنزاف سينتهي، منظومات فعالة بشكل أكبر، وأيضا ستعتبر أمرا وسيعتبر أمرا متكافئا بالنسبة لمواجهة هذه المسيرات. أيضا أن الديفنس وان ذكرت بأن هذه المنظومات هي تدخل إلى أرض المعركة لأمر مهم للغاية، ألا وهو مساندة القوات الأوكرانية في الهجوم القادم على القوات الروسية التي تقدمت إلى الجنوب تحديدا من أوكرانيا. الأمر تأكد الآن بالنسبة للأوكرانيين، الرئاسة الأوكرانية أكدت بأن جنوب أوكرانيا هي النقطة التي ستقوم القوات الأوكرانية في حقيقة الأمر بمهاجمتها طبعا، ومحاولة الوصول إلى نقاط فعالة واستراتيجية للغاية. نتحدث هنا عن نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني وهو أندري سيبيغا، هو الذي تحدث عن هذه المسألة إلى الفاينانشال تايمز، وتحدث أيضا عن فرصة للتفاوض مع روسيا. هو أمر مشجع للغاية، والأمر طبعا هو والحديث عن الجنوب هنا الذي نتحدث عنه، القوات الروسية طبعا هنا بحر أزوف، وهنا شبه جزيرة القرم بالنسبة لهذه التفاصيل التي ذكرت. هي تأتي مكملة لتفاصيل قد نشرت من موقع رايبار على سبيل المثال، أكد بأن القوات الأوكرانية اكتملت تجهيزاتها على مدينة أوريخيف التي تأتي إلى جنوب زاباروجيا، بل أيضا تفاصيل نشرت جديدة بأن أعدادهم قد وصلت إلى 40,000 جندي من هؤلاء الجنود. وأيضا سمعنا عن دخول الدبابات والمدرعات وغيرها من التشالنجر 2 البريطانية، الليوبارد الألمانية، كلها دخلت إلى أرض المعركة. وبالتالي والتفاصيل التي نشرت هنا بأن طبيعة الهجوم القادم للقوات الأوكرانية وكيف سيكون إلى الجنوب مع هذه التحضيرات العسكرية، وانتبه يجب أن ترى كيف تتجمع هنا القوات الروسية في هذه المنطقة تجاه أوريخيف وكذلك تجاه خيرسون، هذا يوضح بأنك أمام هذين المحورين التي ستذهب وستندفع إليه طبعا القوات الأوكرانية. وبالتالي القوات الأوكرانية ستبحث كما هو واضح في الفترة القادمة بالتقدم إلى توكماك، وبعدها ستذهب إلى ميليتابول، وستذهب أيضا إلى ياكيمييفكا، وبعد ذلك تتقدم إلى شبه جزيرة القرم لتتوقف هنا. وأيضا أن الطريق الآخر، هنالك طريقين فقط هي للتقدم طبعا إلى شبه جزيرة القرم، التقدم الآخر سيكون من خيرسون، يعبرون نهر دنيبر ويتوجهون طبعا إلى شبه جزيرة القرم. وبالتالي بالوصول إلى هذه المنطقة، الحديث الآن من الرئاسة الأوكرانية ببساطة بأننا سنتوقف هنا وسنبحث وسنفتح باب المفاوضات والمحادثات الدبلوماسية مع الروس، ليس للاستمرار طبعا عسكريا إلى شبه جزيرة القرم، سنناقش مع الروس ليس إيقاف الحرب، وإنما نريد بسلام وبالدبلوماسية التامة أن تذهبين يا روسيا وتنسحبين من شبه جزيرة القرم وتسلمين لنا شبه جزيرة القرم لأنها تابعة لنا، انسحبي من هذه المنطقة قبل أن تتعرض إلى مشكلة حقيقية للغاية. هذا هو ما يبدو أن الخيار العسكري هو مطروح، ولكنهم سيفتحون باب التفاوض عند وصولهم إلى هذه الحدود. وطبعا كما نعلم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح بهذه المسألة، وسبق وأن تحدث أي هجوم على شبه جزيرة القرم سأستخدم الأسلحة النووية التكتيكية طبعا في هذه المنطقة ولن أسمح لكم أبدا، هذا خط أحمر بالنسبة لي. وسبق طبعا أن سمعنا الكثير من هذه التفاصيل. لذلك ما هو متوقع؟ سندخل في المفاوضات، وبعد المفاوضات الأوكرانيين يلمحون إلى الهجوم على شبه جزيرة القرم. وطبعا الهجوم كما تحدثنا سيكون من هذا المحور، من هذا المحور خطين بهذا الشكل، وعند وصولهم طبعا إلى حدود شبه جزيرة القرم فهم أيضا أمام منطقة هنا للهجوم على شبه جزيرة القرم، ولكن هذه المنطقة خطيرة للغاية لأن السفن الروسية من بحر آزوف أو المقاتلات الروسية ممكن أن تؤذي هذه القوات التي إن قامت بالهجوم من الطريق الساحلي هنا من بحر آزوف من الممكن أن تتأثر بالضربات الروسية بشكل خطير. ولكن طبعا أيضا روسيا أمام فرصة كبيرة للدفاع طبعا، لأن الطريق كما تلاحظ بأنه يضيق بالأوكرانيين عندما يتقدمون، هو يسهل عملية الاستهداف بشكل كبير من القوات الروسية لتدمير المدرعات الأوكرانية على المستوى الدفاعي، ويحققون الكثير من النتائج الجيدة على المستوى الدفاعي. بالتالي هم لديهم قدرة عالية، ولكن أيضا لدى الأوكرانيين قدرة عالية إذا ما استخدموا طبعا منظومة الهايمرس على سبيل المثال في عملية توجيه ضربات على هذه المنطقة
من ضمنها جانكوي، وكذلك القيام بعمليات إنزال فعالة لإرباك القوات الروسية بشكل عال، وخاصة في هذه المنطقة التي ترونها التي تأتي طبعا على شمال البحر الأسود، ستكون فعالة بالنسبة للأوكرانيين، تربك الخطوط على الروس ويتقدمون إلى شبه جزيرة القرم. بالتأكيد خط أحمر، نحن نتحدث عن خط أحمر بالنسبة لروسيا، ولكن في نهاية المطاف الأوكرانيين لديهم تأكيد في هذا الهجوم، وتأكيد أيضا للوصول إلى بحر آزوف، والكل يترقب هذه المعركة الخطيرة، حتى أن معهد دراسات الحرب نشر تفاصيلا مهمة للغاية، كان قد تحدث بأن الهجوم المضاد فعلا قد بدأ بالنسبة للقوات الأوكرانية، وتحديدا في أفدييفكا. وإذا ما ذهبنا إلى خارطتنا الخاصة على ديب ستيت الأوكراني، هو أكد فعلا بأن هنالك هجوما قادما من قبل القوات الأوكرانية تحديدا في أفدييفكا. لنقترب من هذه الخارطة قليلا، هذه هي مدينة باخموت، وسنجد إلى أسفلها هنا طبعا أفدييفكا، هذه هي أفدييفكا. الهجوم الذي بدأ والملاحظ في هذه الخريطة، عندما تذهب بهذا الاتجاه وتقترب من هذه المنطقة قليلا، لنعود بالتاريخ قليلا إلى يومين على الأقل، هذا هو الخامس من أبريل، هذا هو الرابع من أبريل، ستلاحظ بأنك أمام عملية تقدم بسيطة قد تمت من الأوكرانيين. لاحظ كيف تغيرت الأمور، الأوكرانيين يبدو بأنهم يبحثون عن هجوم جديد في هذه المنطقة، وبالتالي عند الابتعاد فأنت تلاحظ ببساطة أن القوات الأوكرانية تريد قطع هذا الطريق بهذا الاتجاه. لنأخذ اللون الأسود، هم يحاولون التقدم لقطع الطريق بهذا الاتجاه لضرب هذا الجناح الشمالي الذي يأتي في أفدييفكا، أو عفوا هو الجناح الشمالي يأتي بهذا الطريق. لاحظ أن تربك الخطوط الدفاعية وأن تأتي من خلف القوات الروسية لضرب هذا الجناح لكي لا تتمكن من عملية إكمال التطويق على مدينة أفدييفكا. نحن أمام بداية محتملة لتحقيق وهذا التطور الكبير بالنسبة طبعا للقوات الأوكرانية، والكل ينتظر، ولكن بالنسبة لروسيا هذا الأمر غير مقبول. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ باجتماعات وحقق اجتماعات مع طبعا الرؤساء حقيقة والمسؤولين القائمين بالأعمال، طبعا في دانييتسك كما تلاحظون القائم بالأعمال لدانييتسك لرئيس دانييتسك، هذا هو القائم بالأعمال لرئيس أيضا زاباروجيا المهدد الآن بالتعرض إلى هجوم، كان قد اجتمع معهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والرئيس الروسي ببساطة قال بأن علينا أن ندفع القوات الأوكرانية إلى أبعد نقطة ممكنة لكي نمنعهم من عملية استهداف القوات الروسية أو القوات الموجودة في دانييتسك وحتى في لوغانسك إلى أبعد نقطة، وبالتالي نحمي أمننا القومي على أعلى المستويات. بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، نحن نتحدث عن أنظمة مهمة للغاية أدخلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أرض أوكرانيا من أجل مواجهة الطائرات المسيرة، كما تحدثت الديفنس وان من نظام الـ APKS أو APKWS، هذا الصاروخ من نظام الـ BAE System. هذا النظام من الممكن أيضا لا يجد فقط طريقه إلى أوكرانيا، لا أبدا، إن نجحت هذه الأنظمة وتأكدت فعاليتها فإن هذه الأنظمة من الممكن أن تجد طريقها للمملكة العربية السعودية، للإمارات العربية المتحدة، بل حتى صدق أو لا تصدق إلى أقليم كردستان، لأن أقليم كردستان هو من أكثر المناطق التي تعرضت للهجمات للعديد من الأسباب، طبعا بالطائرات المسيرة، بالصواريخ، بالمدفعية، بسبب الأطراف الإيرانية الكردية المعارضة الموجودة هناك. تارة إيران تقول بأن هنالك تدخلات بالأمن القومي، يقولون بعد ذلك موساد وإسرائيل متواجدين يتآمرون في تلك المنطقة، شركات أمريكية تتعرض للطاقة، تعمل بشكل كبير في طبعا الشمال العراقي بإقليم كردستان، وبالتالي الإقليم بحاجة لمثل هذه المنظومات أساسا للتصدي لمثل هذه التهديدات في المنطقة بشكل عام، وبالتالي المنظومة تحقق الكثير من المسائل المهمة. وما أتحدث عنه هنا في إقليم كردستان هو أمر قد تمت مناقشته مؤخرا على بلومبرغ، إذا ما ذهبنا إلى بلومبرغ أو عفوا على فوربس كما تلاحظون في نهاية الشهر الماضي، وذكرت ببساطة بأن يجب أن يتم تقديم منظومة السيرام، المنظومة طبعا الموجودة في السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، هذه المنظومة يجب أن تدخل إلى أربيل وأن تستخدم وتمكن طبعا أربيل في الدفاع عن نفسها ضد الطائرات المسيرة وكذلك ضد الصواريخ، وبالتالي هذه الأنظمة التي نتحدث عنها ممكن بسرعة أن تجد طريقها إلى العراق، إقليم كردستان تحديدا، إلى المملكة العربية السعودية، إلى الإمارات، وبالتالي نحن أمام فعلا متغيرات وتكنولوجيا مستمرة قد تغير الكثير من المعادلات.